الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده. الله 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 أكبر. سمع الله لمن حمده. الله 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 أكبر. الله سمع الله لمن حمده. الله 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 أكبر. الله
سمع الله لمن حمده. الله 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى. وبعد، معنا اليوم فضيلة الشيخ جاسم الجابر ليحدثنا عن زكاة الفطر، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله ومصطفاه محمد خاتم الأنبياء وصفوة المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحمد الله سبحانه وتعالى إليكم الذي يسر هذا اللقاء، وأسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعاً مرحوماً، وتفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا من حولنا ولا من بيننا شقياً ولا ضالاً ولا محروماً. قد روى سيدنا عبد الله بن عمر أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. وزكاة الفطر أيها الأحبة الكرام هي شعيرة من شعائر الدين، سببها الفطر، فيحمد العبد ربه جل وعلا على إكمال وإتمام صيام وقيام شهر رمضان المبارك بأن يخرج هذه الزكاة حمداً للمولى سبحانه وتعالى، وطهرةً للصائم من اللغو والرفث، وطعمةً للمسكين في يوم العيد وليلته.
وهي تجب عمن وجد فضلة عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته فيخرجها عن نفسه وعمن ولاه الله، وتجب نفقته عليهم ثانيا من الزوج كالزوجة والعيال. وأما نوعها ومقدارها فقد بين المصطفى عليه الصلاة والسلام فقال: صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وفي رواية: أو صاعا من زبيب أو صاعا من إقط. والصاع هو أربعة أمداد، والمد أن تملأ أن تجمع كفيك فتملأهما بشيء فيصبح هذا مد، وأربعة أمداد يساوي صاعا، وهو هذا المد أو هذا الصاع يعدل بمد أو صاع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المسألة تعبدية. وأما نوعه، نوع هذه الزكاة، فقد بينه النبي فقال: صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من إقط. لماذا حصرها النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المطعومات؟ هذا سؤال. لماذا حصر النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان في هذه المطعومات الأربع؟ إقط، زبيب، شعير، أربعة. الواحد يحاول لو يأتي بجواب قريب، يعني قريب منه، يعني تذكر أنت هالمطعومات واربطها بالمدينة مثلا. أحسنت، نعم، هي حصيلة التحاصيل. مدينة أصلا بلد زرع، يعني ما قال النبي أرز لأن ما عندهم الرز، ما عندهم العيش. ما قال النبي، يعني ماذا قال؟ إقط. لماذا قال تمر؟ لأن هي بلد فيها النخيل، فيها العنب الذي يصبح فيما بعد زبيبا، وهلم جرة. ففهم أهل العلم، فهم الفقهاء من هذا الحديث على أن الإنسان يخرج غالب طعام أهل بلده، يخرج غالب طعام أهل البلد. مثلا الخليج غالب طعامهم العيش، حتى إن التمر عندنا لا يعد طعاما، إنما يعد فاكهة، ما يقدم كوجبة رئيسية. نحن نقدمه إما في المقبلات وإما مع الحلويات نضعه. وهكذا مثل أهل مصر يغلب عليهم الدقيق، الذرة، وهكذا، وهلم جرة، يعني بعض البلدين الذرة. طيب، ما حكم إخراج زكاة الفطر نقدا قيمة؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة على عدم إجزائه، لأن النص ما ورد بذلك، خلافا للحنفية الذين رأوا جواز إخراج القيمة، لأن القيمة إن كانت أنفع للفقير فإنها أفضل له. وتبعهم بذلك سماحة مفتي الديار القطرية الأسبق ورئيس المحاكم الشرعية الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود طيب الله ثراه وقدس روحه. وعلى كل، فإن الأولى والأحرى والأكمل للإنسان أن يخرجها طعاما خروجا من الخلاف، ولأن في عهده صلى الله عليه وسلم كانت الدراهم والدنانير متداولة وموجودة، ومع ذلك كان يستطيع أن يقول: كذا من الدراهم وكذا من الدنانير. طيب، قلنا مقدارها ونوعها. طيب، الآن مسألة كذلك. الآن الكوبونات الآن التي تقدمها الجمعيات الخيرية، قيمة الكوبون 15 ريالا، وأحيانا يأخذونها أو يوزعونها حتى قبل في بداية العشر. نقول هذه الكوبونات حكمها حكم الوكيل. أنت ما تعطيهم 15 ريالا، أنت ما تعطي زكاة الفطر، أنت كأنك تقول هاك 15 ريالا فأخرجها في وقتها، ووقتها لها وقتان: وقت جواز ووقت وجوب. وقت الوجوب يتجب زكاة الفطر مع غروب شمس ليلة العيد حتى انتهاء وانقضاء وقت الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة
من الصدقات، ولها وقت جواز بأن يخرجها الإنسان قبل العيد بيوم أو يومين كما فعل ذلك سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فالجمعية ممكن تأخذ منك، والغالب الجمعيات في قطر أنها تخرج طعاماً، تحولها طعاماً، يعني يشترون بها طعاماً ويعطونها الفقراء في بعض البلادين في يوم العيد أو ليلته. وهنا مسألة، الأصل إخراج زكاة الفطر في أين؟ في البلد الذي تكون أنت فيه. لكن لما يعني زادت الحاجة ووقع على المسلمين في بعض البلدان ما وقع من ويلات الظلم والحروب والاضطهاد، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. هم في فلسطين وفي غزة العزة وفي أرض الشام وفي بلاد الرافدين وفي أرض اليمن السعيد وهكذا. فالأمة اليوم تعيش الويلات وتتجرع مرارة الظلم من بعض اليهود والنصارى ومن والاهم من المرتدين والمنافقين الذين يريدون لهذه الأمة إضعافها وإزهاقها، ويريدون لها تشتيتها، ويريدون إرهاقها وتقسيمها. وما يقصدون بتقسيم مصر ولا أرض الشام ولا العراق ولا اليمن إلا إضعافا للأمة ونهب خيراتها حتى تدفع الأمة الجزية لهؤلاء الكفرة وهؤلاء الظلمة وهؤلاء الفجرة الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يتكلمون عن الحرية وعن الديمقراطية وهم والله ككفرة قريش الذين يتخذون اللات والعزة وبعض الأصنام من التمر وإذا جاع أحدهم أكلها. فاخترعوا لنا بعض الفزاعات كداعش وغيرها حتى يحاربوا أهل السنة باسم داعش وغيرها، ويريدون منذ أمس أعلنوا هؤلاء المجرمين اختراق ومحاولة اختراق الأنبار معقل أهل السنة في بلاد الرافدين. حتى لماذا؟ وباسم، يقولون وباسم الجيش وباسم الميشاليات وباسم الوفود والحشود وباسم العشائر، ثم يقول لك لبيك يا حسين، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فأنت تنوي إن اضطررت واحتجت أن تدفع وتصرف زكاتك أو زكاة فطرك أو صدقاتك إلى هؤلاء، وتنوي أن يرفع الله عن هذه الأمة الغمة وأن يعيد لها عزها ومجدها وانتصارها وهيبتها ومكانتها، وليس ذلك على الله بعزيز. أظني خرجت من الموضوع. عموما زكاة الفطر أيها الأحبة لها وقتان، قلنا وقت وجوب ووقت جواز، وقلنا الأصل إخراجها في البلد وإن احتيج إلى إخراجها جيز ذلك. وعلى كل، فهذه الزكاة يتعبد الإنسان بها ربه جل وعلا ويحيي هذه الشعيرة بأن يخرج الطعام ويوزعه على الفقراء ويعلم أهل بيته حتى تنتشر هذه السنة. أسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذا الشهر الفضيل أن يجعلنا وإياكم ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا وأكرمنا واجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، وممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، وممن وفق لقيام ليلة القدر فقامها إيمانا واحتسابا. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ارفع عن هذه الأمة الغمة، اللهم ارفع عن هذه الأمة الغمة، اللهم ارفع عن هذه الأمة الغمة وأعد لها هيبتها ومكانتها يا رب العالمين. اللهم اجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة، اجعلها آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وأدم اللهم أمنك وأمانك على بلاد الحرمين الشريفين وعلى جزيرة العرب وعلى سائر بلاد العرب والمسلمين يا رب العالمين. اللهم ارفع اللأواء والضراء عن المتضررين من المسلمين، اللهم ارفع اللأواء والضراء عن المتضررين من المسلمين، ارفع عنهم يا رب في بلاد الشام وفي بلاد الرافدين وفي أرض الكنانة وفي أرض اليمن وفي أرض فلسطين على أكناف بيت المقدس وعلى أكناف بيت المقدس يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين أن تبرم لأمتنا أمر رشد وصلاح يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك،
بكتابك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويعمل فيه بكتابك ويحكم فيه بشرعك يا رب العالمين. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا معبود الخلق أجمعين، اجعلنا من عتقاء هذه الليالي المباركة من النار يا رب العالمين. أعتق رقابنا من النار، أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا والمسلمين أجمعين من النار يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعواي فيها أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.